لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شريفة اسم علم مؤنث عربي، وهي السيدة المنسوبة إلى آل البيت أو السيدة الكبيرة في الأسرة، وهو مؤنث شريف وبمعانيه عدا منصب الأشراف. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.